عندنا هذا الاستقبال كما رانا نشوفوا اول كبير اللي يقدر يكون حتى هو استقبال اضافي يعطيك لاكسي لجميع الغرف وجميع اركان المنزل. السلام عليكم احبابنا احباب الوكيل الايموبيلي وين ما كنتو تسمعوا فينا، مرحبا بكم. الله يبارك اليوم نهار تاع الشتاء، الخير تاع ربي، هذا الخير جاب الخير معه واحد اخر عقار مميز جابه لكم الوكيل الايموبيلي اليوم من مدينه خميس مليانه ولايه عين الدفله، عقار ولا اروع ليكيب. جميع اللي حاب يكون في منطقه تجارية بامتياز ارواحوا تشوفوا معنا العقار تاع اليوم اللي جبناه لكم من مدينة خميس مليانة. رانا في طريق جليدة، المنطقة هذه يقولوا لها سيدي الاخضر، طريق جليدة خميس مليانة ولاية عين دفلة، معناتها فريمو بلاصة قريبة لكامل الولايات. يلا روحوا نكتشفوا العقار تاعنا اللي راهو بمساحة 600 متر مربع ليكيب 6 ايران، مساحة كبيرة، المبنية فقط 280، معناتها المبنية فقط 280 متر مربع، طبعا بعقد ملكية ودفتر عقاري. يلا رانا في ريتشوسي، ريتشوسي هذا وش فيه؟ راح نلقاو هذا الصالون الكبير والفسيح جدا، الصالون الله يبارك كبير كما رانا نشوفو، مخدوم بشكل جيد، راهو جاي بالطول بزوج بيبان كما رانا نشوفو، معناتها فريمون اللي تساع كاين في العقار تاعنا والمساحات الواسعة. وين هذا الصالون اللي جاي بالطول يسمح لك انك تقيم فيه مختلف المأدوبات للعشاء ولا الغداء ولا مختلف ليزيفينمون تاع العائلة الصغيرة لهنايا، معناتها ليزيفينمون صغار تقدر ديرهم في هذا الصالون. عندنا 3 شومبر ليكيب، ليك لي شومبر شحال واسعين وشحال مخدومين بشكل جيد وشحال فيهم الانشراح وليتساع كما نشوفو. عندك بواجهتين العقار تاعنا، الواجهة الأمامية هذه اللي طلع الطريق فيها 30 متر ليكيب، تخيلوا 30 متر جاية على الطريق الرئيسي وين كاين موفمون وين كاين الحركة التجارية. عندنا هذا الاستقبال كما رانا نشوفو اول كبير اللي يقدر يكون حتى هو استقبال اضافي يعطيك لاكسي لجميع الغرف وجميع اركان المنزل تاعنا. نشوفوا انه الاول تاعنا ايضا هو مشروح وكبير وين تقدر تحط فيه صالون ولا بليزور صالون، معناتها لي فوتاي ولا صالون مونجي تقدر معناتها تخدم فيه الديكور المنزلي الداخلي كيما تحب. عندنا هنا لاكويزين تاعنا اللي حتى هي راهي ما شاء الله لي تساع ومخدومه بشكل جيد. نشوفوا انه بلون دو ترافاي راهو سير فورم تاع ال وين مخدوم بشكل جيد ايضا، الفايونس كل حاجه معناتها مرتبه في مكانها، معناتها لي تساع هو عنوان هذا العقار الله يبارك. نقولوا انه العقار تاعنا راهو ار بلس 1 بلس تيراس، ار بلس 1 بلس تيراس، وعندنا فضاء خارجي كبير وكبير جدا. هذه الغرفه من احدى غرف هذا العقار تاعنا اللي حتى هي راهي مخدومه بشكل جيد. شفنا الغرفه الاولى، هذه الغرفه الثانيه، معناتها الحاجه المميزه انه لما نخرج من بعد شويه العاصمه العقارات تبدا تكون شويه متسعه، معناتها كيما نشوفوا ليكم الكولوار شحال عريض، معناتها طويل وعريض الله يبارك. هنا شومبر واحده اخرى ما قدرناش نشوفوها. عندنا هنايا السانيتير ولا بليتو السال دو بان او ليك سال دو بان، عندنا لما ندخلوا للسال دو بان راح يلاقينا هذا الفايونس المخدوم بشكل جيد. عندنا الدال دو سول ايضا كما رانا نشوفوا كل حاجه متقونه في العقار تاعنا، حتى لومبلاسمون تاعو وين نصيبو واجهتين ليكم. عندنا الاول بتيتول نقولوا مدخل صغير في السال دو بان تاعنا وين كاين لاكسي للطواليت حشاكم، وكاين لاكسي للدوش من الجهة الثانية ولا من الجهة الأخرى. كما نشوفوا كامل الفايونس راهو كامل في الجدران، وهنا عندنا كيفيت أونجليز بلس دوش، أنا نشوفوا أنه كاين دوش ترك وبلس دوش إيطاليا، تهوية أيضا كاينة والإضاءة كاينة متوفرة
في العقار المميز، هذا العقار اللي راهو في خميس مليانة سيدي الخضر طريق جليد. نعود نذكروا أنه بعقد ملكية ودفتر عقاري، مساحة إجمالية تاع 600 متر مربع 6 إيران، والمساحة المبنية هي 280 متر مربع ليكيب بواجهتين. ونذكروا أنه الواجهة الطويلة اللي فيها 30 متر هي واجهة تجارية بامتياز. هنا في ريتشوسي عندنا أيضا زوج جراجات ليكيب، عندنا زوج جراجات الإنسان يقدر يستغلهم باش يخدم بهم عمل تجاري. هم ليك الكراجات اللي انا نشوفو فيهم يستغلهم، عندهم لاكسي للخارج يعني في الطريق الرئيسي اللي راهو فريمون بلاصة موفمونتي، فيها الفايفيان، فيها حركية وفيها تجارة، معناتها انسان يقدر يستغل هذا اللوكال لي دو لوكو هذو باش يدير نشاطو التجاري. نروحو نشوفو واش عندنا الفوقة في لاتيراس. للاسف ما قدرناش نصوره في البريمير ايطاج، ولكن راح نعطي لكم نظره على البريمير ايطاج. البريمير ايطاج راح يكون عندنا فيه 5 غرف واستقبال مطبخ وحمام ومرحاض، 5 غرف استقبال مطعم وحمام ومرحاض. اون بليس شوفوا لما نشوفوا المستودع انه يقدر يدخل فيكول تاعك حتى هذا الفضاء الخارجي ليكم، لا لاجور تاع المستودع تاعنا شحال كبيره الله يبارك، معناتها تقدر انسان بزاف دي بروجي يقدر يحققهم في هذا المكان، وين يقدر يفتح لافاش يعني مواتيه جدا انها تكون لافاش فيس، عندها جزء راهو جاي في الخارج وجزء راهو مغطى من خلال هذا الفضاء اللي رانا نشوفوا فيه. اذا هو عقار مميز تجاري وسكني بامتياز، وخاصة في المنطقة هذه اللي راهي مفتوحة وين اشعة الشمس راح توشيك بارتو، حتى معناتها الاضاءة تكون مناسبة مواتية. عندنا هذا الفضاء الخارجي اللي راهو يتمثل في حديقة، معناتها تقدر هذه تيمون تعود معناتها تعدلها وتدير فيها الاشجار المثمرة، وين تقدر تستفاد من هذه القطعة سواء للبناء ولا حتى تقدر تكون هناك مشروع فلاحي ولا مشروع تجاري لك الخيار في ذلك. فريمو معناتها ليكيب 600 متر مربع تستغل فيها احسن استغلال، عندك 280 متر مربع المبنية فقط، الباقي كلها مساحة خارجية. وعندنا سورتو هذه قطعة الارض اللي راهي فريمو كنز اللي يفهم وش معناتها قطعة الارض ليكيب. نعود نذكروا انه ار بلس ان بلس تيراس بعقد ملكيه ودفتر عقاري، المساحه الاجماليه 600 متر مربع، المساحه المبنيه 280 متر مربع بواجهتين، احدى الواجهات فيها 30 متر وسورتو هي اللي جايه على الطريق الرئيسي طريق جليده سيدي الاخضر خميس مليانة ولاية عين دفلة. نقول الطابق الأرضي راه فيه 3 غرف مطبخ حمام ومرحاض وزوج مستودعات كبار زائد مساحة خارجية اللي شفناها وفيها قطعة الأرض اللي أنا نطلع عليها من خلال هذا البالكون. عندنا في الطابق الأول عندنا 5 غرف زائد استقبال زائد مطبخ زائد حمام ومرحاض، وهنا عندنا وين تيراس، عندنا تيراس كبيرة أيضا. هذا ولا احنا رانا في الطابق الاول، نطلعوا مباشره من خلال هذا الدرج اللي يقودونا ديريكتومون للطابق الاخير او لاتيراس اللي قلنا لكم عليها. تيراس ايضا حتى هي معناتها تقدر الانسان يستغلها احسن استغلال كما نشوفوا، تيراس مشروحه تعطيك اطلال على كامل المنزل تاعك، وين تقدر هنا ايضا تستفاد من خلال هذا الفضاء العلوي المتمثل في هذا لاتيراس، تقدر دير فيه بزاف امور، تقدر تحط لي سيتان تاعك، العديد من الاشغال المنزليه اللي نقدروا نديروها في العقار تاعنا كما نشوفوا. السعر مناسب ومناسب جدا، سعره 4 ملاير قابل للتفاوض، 4 ملاير راح تشري لك 6 ايران وتشيل لك 280 متر مبنية فيها اير بلس ان بلس تيراس، 4 ملاير فقط قابل جدا للتفاوض. مختلف المرافق المقرب لنا في هذا المكان اللي راهو سيدي الخضر طريق جليدة ولاية عين دفلة دائرة خميس مليانة. يلا تواصلوا مع صاحب العقار لتلقاو الرقم تاعو في التعليقات وفي الوصف. الوكيل الإيموبيلي دائما يمتعكم بعقارات وحتى البري تاعها لافير تاع لي زافير. سلام.